الفقرة اللي معانا دلوقتي هي فقرة بتهم جميع المشاهدين، مش هنتكلم هنا فئة بعينها، هنتكلم عن اتحاد الملاحة الرياضية، وهو بالمناسبة من الاتحادات النوعية اللي اجتمع بهم وزير الشباب والرياضة امبارح. زي ما كنا ذكرنا مع حضراتكم في أخبارنا، الملاحة الرياضية دي بيقدم منافسات مختلفة كمان في أكتر من لعبة والأكتر من فئة عمرية. خلينا نعرف كل التفاصيل دي ونعرف كمان يعني المستقبل أو الخطة المستقبلية هتكون إيه بالظبط من سيادة اللواء الدكتور مؤنس أبو عوف رئيس الاتحاد المصري والعربي للملاحة الرياضية. يا صباح الخير سيادة اللواء. يا صباح الخير. أهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك، متشرفين بوجود حضرتك معانا. واسمح لنا في البداية يعني عايزين نبتدي معاك واحدة واحدة. مبدئيا في اتحادات بتكون مشهورة حتى على الصعيد الشعبي وجماهيري أكتر من غيرها، زي الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد المصري للملاحة، لكن كلمة اتحادات نوعية يمكن مش كل الناس ممكن تستوعب أو تفهم أبعادها أو إيه المقصود بيها، فنعرف من حضرتك في البداية. تمام، اسمح لي بس في البداية أن أنا أعبر عن سعادتي في وجودي أو ضيافتي استضافتي في النافذة الإعلامية لمؤسسة عريقة هي النادي الأهلي، فكامل احترامي وإجلالي لهذه المؤسسة وهذه النافذة الإعلامية. أما بالنسبة للاتحادات النوعية، هي نصا وكما على لسان معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، هي الأزرع التنفيذية لمختلف إدارات المركزية لوزارة الشباب والرياضة. هي في الأصل اتحادات بتهتم بالشأن الشبابي والرياضي في مختلف المجالات بالدعم الحقيقي من وزارة الشباب والرياضة. فيها اتحاد شركات، اتحاد المصري للثقافة الرياضية، اتحاد المصري للرياضة للجميع، اتحاد الرياضي للألعاب الإلكترونية، الاتحاد المصري للملاحة الرياضية، واتحادات أخرى كثيرة يمكن توصل ل 14 اتحاد. كنا بالأمس بالفعل في اجتماع لمجلس إدارة برئاسة أستاذ دكتور أشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضة. طب كان في سيادة اللواء مفروض تعاون أو بروتوكول مع الكاتدرائية برضو، لو حضرتك تدينا تفاصيل أكتر عن ده. قوي بس أنا اسمحوا لي، يمكن في بعض من السادة المشاهدين بيشاهدنا لأول مرة مش عارف يعني ملاحة، فاسمحوا لي في عجالة وبإيجاز شديد جدا ندي لمحة تاريخية عن الملاحة وعن طبيعة اللعبة. الملاحة الرياضية في الأساس وفي الأصل هي رياضة عسكرية مورست في كل جيوش العالم منذ نهايات القرن قبل المنقضي، زي قفز بالمظلات كده نفس الفكرة، أحد مهارات الفرد المقاتل. دول ومورست وما زالت تمارس وتنظم لها البطولات على مستوى الجيوش العالم في بطولات العالم العسكرية السيز حتى تاريخه. لكن في نهايات القرن قبل المنقضي الدول الاسكندنافية قرر انها تستعين ببعض من لاعبي ألعاب القوى المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة ان هم يتدربوا مع العسكريين مع المنتخبات العسكرية بهدف رفع مستواهم الفني والأداء وما إلى ذلك. الجماعة المدنيين دولت لعبوا مع العسكريين مرة اتنين، قرروا يعملوا أول بطولة مشتركة 1919، راقت لهم حتى ان هم نفذوا أول بطولة خالصة للمدنيين في الملاحة الرياضية 1923. سنة 60 أسس الاتحاد الدولي، 64 كانت أول بطولة عالم. 2010 تم إفاد الراحل العميد دكتور تامر مهنا رئيس الاتحاد الأسبق ومؤسسه في بعثة تدريبية في ألمانيا، اطلع فيها على التجربة الألمانية في الملاحة الرياضية وحلم وحققت العزم ونزل بهدف ان هو يأسس ويشهد الاتحاد المصري للملاحة الرياضية. الحقيقة هنا وواجب ان انا اشير لان تحمس له وشاركه الحلم وقتما ان كان مساعدا لوزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وذل له كل العقبات التي كادت أن تحول دون تأسيس وإشهار هذا الاتحاد، وبالفعل أشهر هذا الاتحاد في نهايات 2015. دي لمحة تاريخية سريعة. أما اللعبة، اللعبة هي فن التوجه للانتقال من نقطة لنقطة أو أكثر على شريحة محددة مسبقا من الأرض، بنسميها خريطة، وهنا بنقول فن التوجه. الملاحة مشتقة، الملاحة الرياضية مشتقة من الملاحة بشكل عام. ملاحة قد تكون في توجيه طائرة، مركبة، قطر، ما إلى ذلك. هنا دي اسمها فن التوجيه، دي فن التوجه. أنا الممارس، أنا اللي بوجه نفسي للانتقال من نقطة لنقطة أو أكثر على شريحة محددة مسبقا من الأرض، بنسميها خريطة، باختيار أنسب وأأمن وأسرع مسار فقط باستخدام البوصلة والخريطة والمعالم الطبيعية. شريطة عدم، مش مركبة معينة الواحد بيوجهها. لا أنا اللي بوجه نفسي. هو وفق كلمة ملاحة مرتبطة أكثر في أذهان الناس يمكن بالشق البحري أو الجزء الجوي والطيارات. لا، الشق البشري بقى. أنا اللي بوجه بقى. إعمال العقل يا فندم. ولادنا وبناتنا دلوقتي كل حياتهم كمبيوترايز. صحيح. طب ربنا منحني نعمة كبيرة اسمها العقل.
ازاي استخدمها، ازاي امسك الخريطه افك رموزها شفرتها اوجه نفسي اتنقل من نقطه لنقطه باستخدام البوصله والخريطه فقط. هي لعبه ذهنيه بدنيه شامله. يمكن على مدار 30 سنه في العمل العام في المجال الرياضي دايما بيتعلم مهارات فنيه قدرات بدنيه، ملاحه رياضيه بيزيد عليها المهارات الذهنيه المتمثله في القدره على قراءه الخريطه، المتمثله في القدره على فك رموز وشفرات الخريطه، المتمثله في مهاره الاختيار ما بين بدائل، انا ليه اختار المسار ده وليه ما اختارش المسار ده، اداره الوقت، كل كلها مهارات ذهنيه لازم يتحلى بيها لاعب الملاحه الرياضيه. طب الاعمار النوع هل بيفرق برضو ولا لا؟ الاعمار من 8 سنين ل 80 سنه. من 8 سنين من 8 سنين ل 80 سنه. الحقيقه الاتحاد الدولي فعلا بينظم بطولات دوليه في هذا في هذه المراحل السنيه، فهي متاحه. البعض قد يتصور انه بوصوله لسن 30 او 35 ما عندوش فرصه ان هو يمارس رياضه ويعتلي منصه التتويج، لا، في الملاحه الرياضيه متاحه. بس اللي حضرتك بتقوله ده ما اعرفش يعني انا سرحت كده للحظات حسيت ان هو ينطبق اكتر على نوع معين من الرياضات او من النشاطات زي النشاط الكشافه مثلا. أيوة. مش كده برضه؟ وهل برضه حضرتك بتقول بالانتقال من نقطه الى نقطه في مسار معين، طب الاجواء المحيطه لازم تكون مختلفه وعره جبليه ولا بتكون عامله ازاي؟ اولا حضرتك فعلا الصوره الذهنيه الاقرب للعبتنا هي لعبه البحث عن الكنز في الكشافه. هي شاره في الكشافه والجواله شاره اساسيه اسمها شاره الملاحه، تمام؟ فهي اقرب ما يكون لرياضتنا. اما الاجواء فالملاحه الرياضيه وفق اجنده الاتحاد الدولي اما ان هي تمارس بالجرف، اراضي مفتوحه، صالات مغلقه، مناطق واعره غير واعره، مع تطبيق اشتراطات الامن والسلامه. وهنا في الملاحه الرياضيه مسافات قصيره، متوسطه، طويله. وفي الملاحه الرياضيه بالدرجات وايضا قصيره، متوسطه، طويله. وفي الملاحه الرياضيه بالتزحلق على الجليد ودي ليها حكايه. اما لكل اتحاد دولي ان هو شانه في ان هو ينظم مسابقات باي طبيعه باي وسيله شرطين، الامن والسلامه وعدم استخدام اي وسيله تقنيه. يعني انا كاتحاد مصري بكره وفي اطار دعمي وتنشيطي او دوري في دعم وتنشيط السياحه في مصر وقررت ان انا اعمل الاحتفال العالمي باليوم الاحتفال باليوم العالمي الملاحه في منطقه بانوراما الاهرامات، هعمل بالجري وبالدرجات، ممكن اعمل بالجمال وبالخيول وبالكاريتات. هل سباق السيارات برضه الرالي مثلا شرط؟ لا. شرط ممكن استخدم الدرجات الناريه رباعيه الدفع، اوكي، لكن شرط عدم استخدام اي وسيله تقنيه. والمراقبه بتكون ازاي؟ ما انا ممكن دلوقتي يكون حضرتك مسلمني في بطوله من البطولات بوصله وخريطه معينه المفترض ان انا ما بخرجش براها. تمام. تضمن منين ان انا في مراقبه ويطلع الجي بي اس هنا 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 دور اقصر نقطه دور الساده الحكام ان احنا قبل بدء اي مسابقه بنعزل ولادنا وبناتنا او متسابقينا في منطقه اسمها منطقه العزل. بيخضعوا لاجراءات تفتيش دقيقه، لا يملك شيء سوى ازازه المايه بتاعته والخريطه حتى بياخدها على الستارت وبوصلته بس. أوكي. اكتر من كده مفيش معنى. طب ازاي سياده اللواء ممكن تحفز المواطنين او الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي جمهور الاهلي وغيره ان هم يشاركوا في مسابقات زي كده يعني وشروطها ايه برضه؟ لا شروط سوى السلامه الصحيه. السلامه الصحيه. السلامه الصحيه. يمكن جمهور الاهلي والنادي الاهلي العريق انا يمكن مقصر شويه في ان انا اطرق باب الساده اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي للانضمام للاتحاد، لكن عبر نافذاتكم انا بدعو مجلس اداره النادي الاهلي ان هو ينضم او الملاحه الرياضيه تتوفر لجمهور واعضاء استاد النادي الاهلي. لعبه جميله جدا تمارس في كل واي مكان وفي كل واي اجواء، ممكن امارسها جوه اسوار النادي، ممكن امارسها جوه الفرع الجديد. طب الفايدة من وراها بتكون ايه؟ يعني مثلا في ممارسة الرياضة بشكلها التقليدي الكلاسيكي طبقا لنوع الرياضة بيكون فيه استفادة صحيا بشكل عام وعضليا لأماكن معينة طبقا لنوع الرياضة، لكن حضرتك بتتكلم على يعني حاجة ذهنية بحتة. أولا تنمية القدرات الذهنية. أوكي. ده رافد أساسي من روافد الفائدة اللي بتعود على الممارس. ثانيا بقى تعالى نتكلم الملاحة الرياضية بالجري، الملاحة الرياضية بالدرجات، الملاحة الرياضية بالتزحلق. إذا كل ما هو مرتبط بيها من مهارات جري أو درجات أو تزحلق أو قدرات بدنية فأنا بعمل على تنميتها من خلال الملاحة الرياضية.
طب كبار السن يعني حضرتك قلت لغايه 80 سنه بتبقى منافسات عامله ازاي يعني زي ايه؟ طبعا هي برضه بتاخد عن نفس الشروط وان كان الازمنه والمعدلات مختلفه. يعني انا عندي المسافات القصيره المتوسطه الطويله، لكن المعدلات الزمنيه للفوز بالبطوله مع المراحل السنيه المتقدمه فيها معدلات زمنيه اقل، لكن امامه الفرصه. وانا اعلم تماما النادي الاهلي مهتم بفئه ربيع العمر، امامه الفرصه ان هو يعتادي منصه التتويج في الملاحه الرياضيه. جميل. تمام. حضرتك كنت اشرت كده في مجمل اجابتك على سؤال من الاسئله اللي فاتت، قلت لنا ان في قصه ورا تحديدا التفصيله المتعلقه بالثلج. دي حقيقه. ايه بقى القصه؟ الحقيقه ان هذا الاتحاد الوليد رغم كل ما تحقق له من انجازات ومنجزات في فتره قصيره جدا، لكن كان بيشتغل في رافد واحد فقط اللي هو رافد الملاحه الرياضيه بالجهدي. في مطلع العام الحالي احنا قررنا ان احنا ندشن الملاحه الرياضيه بالدرجات. مقبول، منطقي، لكن الملاحه الرياضيه بالتزحلق على الجليد ده حاجه خارج النطاق. الى اني فوجئت بلاعب مقاتل، رياضي مقاتل اسمه خالد الشبوكشي، بيطرق بابي كرئيس اتحاد يقول لي في اجنده الاتحاد الدولي بطوله عالميه تحت مظله اللجنه الاولمبيه والاتحاد الدولي للالعاب الشتويه والاتحاد الدولي للملاحه الرياضيه اسمها الملاحه الرياضيه بالتزحلق على الجليد. قلت له ايوه وبعدين؟ قال عايزين نشارك فيها. قلت له اللي هو ازاي؟ انا لا عندي ملعب ولا عندي ادوات ولا عندي لاعبين ولا عندنا جليد. طبيعه يعني هم في اوروبا اللعبه هي لعبه اسلوب حياه، لعبه الاسره في الويك اند، وطبيعه المناخ عندهم بتساعد انهم تزحلق على الجليد. انا هروح فين يا خالد؟ صحيح. قال لي اللاعب موجود. قلت له اهلا وسهلا وماذا بعد؟ قال يا دكتور. قلت له بص انا متفهم تماما ان دي هتبقى مجرد المشاركه، ده هدف سامي، والهدف الاسمى والاسمى هو تاكيد الرياده لجمهوريه مصر العربيه متمثله في اتحاد مصر للملاحه الرياضيه ان احنا هنبقى اول لاعب مصري وعربي وافريقي يشارك في هذه الفعاليات الملاحه الرياضيه بتزحلق على الجليد. بس من اين لنا؟ لقيت حمسته. طب هقول لك انا مطلوب مني ايه؟ قال لي الشكل القالب الرسمي. طرقت الباب طبعا معالي الاستاذ دكتور اشرف صبحي، عرضت عليه الموقف، وبالفعل خدنا استصدرنا قرار وزاري بسفره ممثل عن مصر دونما ان نحمل الوزاره او خزنه الاتحاد جنيه واحد. طب نروح فين؟ قعدنا نذاكر يعني ايه ملاحه رياضيه بالتزحلق، طبيعه الملعب ايه. لقينا الجليد متوفر هنا في احد المراكز الخاصه في مدينه 6 اكتوبر. طرقنا الباب، يا جماعه الخير احنا عاوزين ندرب الولد ده عندكم. السيد المدير هناك قال لي الحقيقه مش صلاحياتي، دي صلاحيات المدير الاقليمي ومقر دبي. طرقنا الباب، ايميل. فرد علينا بايميل يعني هو مستغرب، انتوا مين؟ مصر افريقيا وملاحه بالتزحلق على الجليد؟ قلنا له والله. قال والله طب انا بالصدفه جاي زياره مصر كمان 48 ساعه. جه لمس الحماسه والاصرار، الحماسه من خالد الشبوكشي والاصرار من مجلس الاداره على هذه المغامره، وتكون الصدف بقى ان هو لاعب منتخب مصر منتخب فرنسا للملاحة الرياضية بالتزحلق على الجليد وبطل العالم. لا خلاص كده تمت. فطبعا فتح المركز لتدريبات خالد، بل بالعكس تحول لمدير فني فرنسي له، حط له الخطط، وفر له الأدوات حتى اللي موجودة في مصر هنا، أدوات ترفيهية. خاطب زميل له في المنتخب الفرنسي قال له خش على الشركة الفلانية المنتجة قول لهم احنا عاوزين كذا كذا. جميل. لا جابها على الطيارة وجي. قعدوا في معسكر 23 يوم في مصر بيدربوا خالد الشبوكشي. طب اللي حصل ده هنعتبر ان هو نواه لحاجه حلوه جايه. طبعا. من ضمن الحاجات اللي لازم تيجي معاها مبدئيا كده بدايه كلام اماكن لتدريب الناس اللي هيكونوا مهتمين بممارسه النوع ده من الرياضات. دي حقيقه. يمكن هو مش هنقدر نعتمد كتير على المركز الخاص. بس برضه مش هنقدر نعمل مركز لهذا التدريب، هم هناك ما فيش مراكز، هناك الطبيعه بيتدربوا في الطبيعه. احنا بنتكلم على عندنا حاجات لكن مكلفه ممكن. جدا جدا جدا. لكن احنا ممكن تكون فكره لايه؟ ليه تزحلق على الجليد وليه مش تزحلق على الرمال؟ على الرمال بالظبط. انا طبيعه المناخ عندي وطبيعه الجغرافيا عندي كدول عربيه وافريقيه فيها كثبان رمليه. صحيح. فاحنا بالفعل بندرس دلوقتي في مسابقات بتتعمل بالفعل مدى توافر الاشتراطات الفنيه في مناطق الكثبان الرمليه في مصر وما اكثرها والدول العربيه، وان احنا نعمل بايلوت ندعي للاتحاد الدولي يجي يشوف بطوله للملاحه الرياضيه بالتزحلق على الرمال. يعني. دي محميه وادي الريان في الفيوم. ودي احكيلنا بقى اكتر. ودي الحقيقه احنا الاتحاد في اطار خطته لنشر اللعبه وتوسيع قاعه الممارسه
وفي اطار توجيهات معالي وزير الشباب والرياضه الاستاذ الدكتور اشرف صبحي بنعقد مجموعه من بروتوكولات التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المصري الحكوميه والاهليه. ويمكن ده كان باكوره التعاون مع وزاره البيئه. والحقيقه احب اتوجه بالشكر للدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه ان هي اقتنعت جدا بالفكره ان احنا ازاي نعرف اولادنا وبناتنا بجمال المحميات الطبيعيه عندنا من خلال الملاحه الرياضيه. هذا البروتوكول اعقبه مجموعه من البروتوكولات مع مجموعات مختلفه من المؤسسات الاهليه والحكوميه في مصر زي اتحاد الرياضي للشركات، اتحاد الرياضي للجامعات، مؤخرا الكاتدرائيه الارثوذكسيه، وفي طريقنا لعقد بروتوكول تعاون برضه مع الازهر الشريف، مؤسسه الازهر الشريف. هيئه اليونسكو اعتمدت القاهره عاصمه الثقافه الاسلاميه للعام 2020. اذا انا ممكن اعرف العالم والداخل والخارج بالمزارات والمقاصد السياحيه الاثريه الاسلاميه جداً. في مصر يعني احنا بنتكلم مش رياضه فقط، احنا بنتكلم على السياحه، خدمه كمان السياحه والترويج ليها، يعني ده شيء محترم ده جدا. ده حقيقي يا فندم. احنا مجلس اداره الاتحاد المصري للملاحه الرياضيه طرح مبادره قوميه للتبني من اي من مؤسسات الدوله وهي استكشف استمتع. استكشف استمتع مصر، سواء مزارات سياحيه اثريه، مقاصد ثقافيه، محميات طبيعية، مشروعات تنموية عملاقة. كم غير عادي من مشروعات تنموية عملاقة اللي تم تدشينها في الفترة الأخيرة والدولة المصرية قامت عليها صحيح. لكن رجل الشارع مش لامسها، مش شايفها، مش هيشوفها من برنامج إخباري في قناة إخبارية، لكن هيشوفها من برنامج رياضي في قناة رياضية. هيلاقي ولاده وبناته بيلعبوا بطولة ملاحة في هذا المكان، في محطة الطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم في أسوان. هو مش هيلفت نظره المحطة الشمسية، هيلفت نظره ايه الولاد والبنات دول وايه الملاحة. بعد ما يستقبل معلومة طب بيلعبوا فين؟ ده بيلعبوا في محطة الشمسية العملاقة، بيلعبوا في الجلالة، بيلعبوا في العالمين، وهكذا. فدي مبادرة قومية بنطرحها للتبني من السادة. من ضمن الكلام اللي حضرتك قلته وفهمته من كلامك، يعني حتة الثقافة الرياضية وان ليها اتحاد مستقل. صح كده، برئاسه الكاتب الصحفي اشرف محمود، استاذ اشرف محمود. طب طبيعه عمل هذا الاتحاد؟ الحقيقه طبعا استاذ اشرف محمود يكون اكثر تحدثا مني عن اتحاد الثقافه الرياضيه، لكن انا عاوز اقول لسيادتك حاجه، ويمكن ده يرجعني لسؤال استاذ نهوان في البدايه خالص. انتوا كنتوا بتعملوا امبارح في الاجتماع برئاسه معالي الوزير، هو اجتماع اجرائي لكن اهم ما دار فيه هو توجيهات معالي وزير الشباب والرياضه بالعمل التشاركي. هو أثنى على تجربة مجموعة من الاتحادات النوعية زي اتحاد الشركات، اتحاد المصري الرياضي للجميع، اتحاد المصري للثقافة الرياضية، اتحاد المصري للملاحة الرياضية في العمل التشاركي. ووجه كمان ان احنا نندمج ضمن برامج وخطط وزارة الشباب والرياضة استفيدوا منها. العمل التشاركي وده توجه العام للدولة، ما بنشتغلش في جزر منعزلة، ودي كان توجيهات معالي الوزير امبارح. فبالتبعية دي كان دفعة قوية جدا لكل الاتحادات النوعية والاتحاد العام للاتحادات النوعية ان احنا نتشارك في العمل. الثقافة الرياضية هي مكون اساسي من مكونات الدور القومي اللي بنقوم بيه كمؤسسات قومية. انا فقط مش مؤسسة رياضية او شبابية، انا مؤسسة قومية رياضية ثقافية شبابية اقتصادية زي ما انت عاوز، شكل تكاملي. هي مؤسسة في خدمة الشباب والوطن. طيب دلوقتي عشان الوقت بيجري وأنا محتاجة أعرف من حضرتك، لو حد يعني متحمس عايز يجي يشارك يوصل إزاي؟ مثلا على الويب سايت، ولا مثلا إزاي يقدر يوصل بشكل مباشر من غير ما يحصل أي مشاكل، يعني يبقى الموضوع دايركت؟ لا مفيش أدنى مشكلة خالص. أهلا وسهلا بيه، طبعا شرفنا في مقر الاتحاد ب 22 ألف عمارات العبود صلاح سالم. أو إن هو يتواصل معنا عبر الإيميل، ويمكن موجود مع الإعداد، اتشرف ان هو ممكن يتم عرضه على الشاشه. يعني رائع جدا. كمان حضرتك قلت العنوان ولو تكرره. 22 ألف عمارات العبور صلاح سالم امام بانوراما حرب اكتوبر، ده مقر الاتحاد المصري للملاحه الرياضيه. والحقيقه احنا بنحظى بدعم غير عادي من مختلف وسائل الاعلام زي قناه الاهلي النهارده، فاكيد هتسمعوا عن انشطتنا، وتعالوا شاركوا. أيوة. استكشف استمتع مصر، ده مشروعنا لكل مصر. جميل جدا. حضرتك نورتنا وشرفتنا، وبنتمنى لك التوفيق في اللي جاي باذن الرحمن. اللواء الدكتور مؤنس عوف رئيس الاتحاد المصري للملاحه الرياضيه، بنشكرك على وجودك معانا. ويسمحوا لنا مشاهدينا في كل مكان، هنطلع فاصل سريع ثم عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي. اتفضل.